النهارده في وان شوت هنلقي الضوء على رساله مهمه جدا وفيها معاني كتير من ابطال وبطلات في العاب طبعا البارالمبيه الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه طبعا رساله تحيه كده وشكر للقياده السياسيه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يعتبر الداعم الاول لكل الرياضيين، مؤكدين سعادتهم بمسانده الرئيس للابطال البارالمبيين في مختلف الالعاب الفرديه والجماعيه اللي طبعا بتحقق انجازات في مختلف المنافسات، وقالوا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الدعم وتحفيز الرياضيين من الشباب المصريين لان الرياضه تعبر عن الشعب المصري وتمسكه بالاخلاق الرياضيه والمبادئ في المنافسات الدوليه وكل المنظمات الرياضيه، يجب ان تنمي طبعا الاخلاق لدى المتنافسين، وطبعا تعهد الابطال والبطلات البارالمبيين في رسالتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنافسه الشريفه في ميادين الالعاب وان يكونوا خير سفراء لمصر وان يكون المصري البارالمبي قدوه للتفاني وتحقيق المستحيل ونموذج امام كافه الشعوب.